الزمالك باذن الله باذن الله الواهيه، خاصه وانها اتهامات لا اساس لها من الصحه. ولما بيطلع ورق على الشاشه بيطلع ورق متصور، تشيل اسم وتحط اسم، تشيل ختم وتحط ختم، اي حاجه في اي حاجه. والكارثه ان كل الجهات وكل الهيئات بتقول بان ما يفعله غير قانوني، وان اجتماعات مجلس اداره نادي الزمالك غير قانونيه باعتراف رئيس اللجنه الاولمبيه، لكن ذلك لا يغير شيء من الواقع، خاصة وأن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لا يتكلمون، لا يحركون ساكنا، لا يحاولون إصلاح ذات البين، لا يحاولون إنقاذ قلعة عظيمة من قلاع الرياضة المصرية. النهاردة هاخد حاجة بس برضو كده على السريع، إن النهاردة كل الجرائد وفي القلب منها واحدة من كبرى الصحف المستقلة جريدة الوطن بتقول ترقب وصول عضو مجلس الزمالك من كوت ديفوار للقبض عليه، بيقصده هاني زاد. قال تترقب نيابة الأموال العامة العليا وصول هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأمرت بإلقاء القبض عليه فور وصوله للمطار، وأمرت بإلقاء القبض عليه فور وصوله للمطار، وخاصة أنه متواجد حاليا مع بعثة فريق اليد بالنادي في كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أفريقيا. أي رئيس بعثة أو أي مسؤول بيجي يطلع مع البعثة من هنا وياخد السلفة في إيده ويظبط الحكاية والرواية، لكن هو شغال وفق الأغنية بتاعت سامح يسري أنا طاير. مرة يتقال في أسبانيا، مرة يتقال في سويسرا، مرة يتقال في كوت ديفوار، مرة يتقال رايح بلاد بتركب الأفيال، وفي الآخر لا يعود إلى مصر للتحقيق معه في أكبر قضية فساد مالي في الأندية المصرية في القرن العشرين والقرن 21 والعشرين والاثنين وعشرين كمان. قضية خطيرة جدا، في اثنين محبوسين على أساسها، محمد الشاوي المدير المالي ومحمد أبو طالب أمين الخزنة، والنهاردة رافض يروح محمد حنفي المتهم بالتزوير، المتهم بتزوير موافقة الجهة الإدارية لنادي الزمالك على فتح حسابات سرية. القضية دي اللي رافعها برضو الأستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ومحاميه المحترم الدكتور كمال شعيب. إيه الحكاية بتاع القضية دي عشان نستفهمها؟ كل شوية كان يطلع رئيس نادي الزمالك وأعوانه لك معانا موافقة من الجهة الإدارية بفتح حسابات سرية، أنتوا بتتكلموا في إيه؟ إيه بقى الموافقة؟ مفيش موافقة أصلا. ده هو محمد حنفي وفقا للاتهام الموجه له كتب بخط ايده وزود بخط ايده كلام انه مضى بامضة المسؤولين في مديريه شبرا، مش كان عماد طه واحمد صالح محبوسين على ذمه القضيه بتهمه القرار ده؟ طب القرار ده طلع بايه؟ بخط محمد حنفي مع التحريات والحكايات والروايات. قال لك قارن خط محمد حنفي خبير الخطوط بخط بالخطاب ده بالموافقه دي، فلقوها متطابقه فعاوزين محمد حنفي. فمحمد حنفي عارف انه لو راح هيدار، فيقول لك لا انا مش رايح وانا هربان، بس يقول لك ايه، انا عندي مهمة عظمى في نادي الزمالك، بيتقال خطوات بتروح كده، انا عندي ماتش الكاس، انا عندي ماتش في السعودية. طب يا عم انت جيت من السعودية وما فيش ماتشات خالص، هو انت يعني ابو تريكة؟ ما انتش ابو تريكة، يعني انت مش بتلعب، يعني مش نجم في الملعب، يعني انت مسؤول اداري في النادي واخد حاجه تانية في فرقه الكره اضافيه، الله يسهل لك ويرزقك، ما حدش قال لك لا، لكن الافضل نروح. لكن هاني زاده النهارده مفترض ان رئيس نادي الزمالك عضو مجلس النواب اللي هو واحد من هم مسؤولون عن محاربه الفساد، وواحد من يؤكدون على ضروره احترام الهيئات، عندك سلطه قضائيه عايز اعضو في مجلس نادي الزمالك يتحقق معاه، مفترض يقول له اقطع رحلتك يا هاني وتعالى يتحقق معاه، ده المفترض، مفترض انه يحترم القانون. لكن اعمل له ايه بقى؟ انزل له اخبار على الموقع الرسمي تقول لك زاده يشيد بمجهودات الجهاز الطبي وعبد الباري، يا نهار ابيض على راي شلبوك، زاده يشيد بمجهودات الجهاز الطبي وعبد الباري اللي هو بعثه كره اليد، يقول لك حرص افراد الجهاز الطبي لفريق كره اليد، ده الموقع الرسمي لنادي الزمالك في كوت ديفوار المشاركه في بطوله افريقيا الانديه الابطال بيشارك فيها اهلي وزمالك، ووجه هاني زاده عضو مجلس الاداره ورئيس البعث شكر للجهاز الطبي اللي بيضم دكتور عمرو علي، دكتور رامي رضا، والكابتن مصطفى محمد على المجهود المبذول من جانبهم مع الفريق وتجهيز اللاعبين. طب ما هو شغلتهم ان هو يجهز اللاعبين، هو اي خبر في اي حاجه عارفين، انا لا اكذب ولكني اتجمل روايه الكاتب العظيم احسان عبد القدوس، واحنا بنعمل ايه؟ احنا بنتجمل. خبر اللي بعديه، هاني زاده يسمح للاعبي اليد بجوله تسويقيه لشراء المستلزمات التموينيه، يا نهار ابيض، شراء المستلزمات التموينيه
يعني هما الناس هناك رايحين يشتروا جبنه وعدس وبصل وتوم وكده وبتاع، يعني الجوله التسويقيه مش ترفيهيه؟ ايه ده مش مصدق. يعني اللي عاوز يجامل هاني زاده عامل له خبر يغرق، اقسم بالله العظيم. يعني اللي كاتب الخبر ده يحاكم بتهمه الغباء التحريري، مش ممكن. قال لك هاني زاده يسمح للاعبي اليد بجوله تسويقيه لشراء المستلزمات التموينيه. يعني ايه شراء المستلزمات التموينيه؟ لعيبه راح تلعب بطوله افريقيا الانديه بطل الدوري ومعاها النادي الاهلي، هتروح الجوله التسويقيه لشراء المستلزمات التموينيه؟ يعني هينزلوا السوق يروحوا سوبر ماركت يشتروا احتياجاتهم من الاكل، وكل لعيب يقعد يطبخ في اوضته ولا ايه؟ مش فاهم انا والله العظيم. ما تحط لنا الخبر ده على الشاشه يا استاذ ايمن، مش ممكن، اقسم بالله ما ممكن. ده يعني اللي عاوز يجمل صوره هاني زاده الهارب من المسؤول امام النيابه وفي قرار ضبط واحضار ليه وقرار بترقب الوصول في المطار، بيقول لك عامل له خبر على الموقع الرسمي يقول لك هاني زاده يسمح للاعبي اليد بجوله تسويقيه لشراء المستلزمات التموينيه. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا محمد؟ طيب يا حبيبي، فده